هذا انا بقول نبلش لانه شايف انه بدنا متعوقين والناس اللي احترمونا نحترمهم. فزي ما قلت الاشي مسجل طبعا، و بدي اطلب اكم من طلب. اولا اذا ممكن تبقوا على ميوت خلينا نشوفكم، فابقوا على افتحوا الفيديو عشان نشوفكم، بس النمر وحولوا التليفون على ميوت عشان نسمع غايدة، وبعدين هي رح تحكي لنا شوي عن تجربتها وتحكي لنا عن موضوع الامباكت وخصوصا بالمجتمع العربي، وبعدين رح نفتح مجال لأسئلة ورح يبقى حوار هو انتمي شوي اليوم بس كمان. شكرا غايدة، تفضلي. شكرا كثير. يعني انا كمان بحب انه اول شيء اذا ما دامنا احنا هيك بمجموعه اللي هي اصغر بلكي كمان اتعرف على المشاركين عشان هذا الشيء ممكن كمان من ناحيه الحلول. 100% 100% ليش لا. مرحبا، انا رح ابلش. غيداء كيفك؟ معك ياسمين عشان اذا ذكرتني اشتغلنا مع بعض بانجاز. اهلا ياسمين، هلا، ما عرفتيش. انا لسه بشتغل بالبريزنتنس على فكره، فبسطت اليوم انه في لقاء معك واسمع منك واستفيد، فاهلا وسهلا. نزار بدك تحكي؟ مرحبا، انا نزار، جديد اتعرف على كل الـ PresenTense Community. ايش خلود اعرف عن نفسي لانه حد يعني بقدر ابدا يعني ايش من وين بدك تحكي لنا عن نفسك؟ انا عندي خلفيه اركتكتوره، تعلمت بالاودس وبشتغل على اندستريال ديزاين هسه على مشروع اضاءه. ميرسي نزار، شكرا انك جاي تعطينا. هلا، في عنا هنا خين. مرحبا، اسمي خين، تشرفنا رغيدة، شكرا للمحاضرة اللي رح تكون، إن شاء الله نستفيد منها. أنا مؤسس ومدير عام تبع جمعية اسمها بلندر اللي تتعلق بالترابط الاجتماعي بالبلاد، وهذا هو، إن شاء الله نستفيد. شكرا. شكرا. فعلا نضال هنا كمان، نضال حابب تحكي كلمتين. مرحبا للجميع، سامعيني؟ 100%. تمام، نضال عبد الغافر، اشتركت في ميدن جافا الأول مع زوجتي، كانت حلوة كتير، وشكرا للمحاضرة. شكرا نضال. وفينا حنين، هلا انضمت لنا، مرحبا حنين. مرحبا، عذرا على التاخير. لا يهمك، احنا عم بما انه احنا مجموعه صغيره فبدنا نتعرف شوي على ال موجوده. اسمي حنين، انا بدرس باكاديميه القاسمي محاضره، وهيك حابه اسمع، متشوقه اسمع. انا كمان. مين كمان في هون؟ انا ما في اسحاق، انا شايفه. اسحاق. مرحبا. اهلا فيكي. انا حضرت محاضره عن مؤسسه جيست، فحبيت في نفس السياق، يعني انا في عندي خلفيه في التسويق الالكتروني وهيك شغلات، وان شاء الله بنسمعكم بالتوفيق. انت حضرت المحاضره الاسبوع اللي فات مع اسماعيل؟ بالضبط. حلو، اهلا وسهلا، اهلا فيكم. طيب بتهيألي الكل بيعرف عن البريزنتنس، في حدا ما حكاش؟ اسفه، بتخيل الكل حكى. لا اوكي، بتعرفوا بتهيألي الكل بيعرف عن البريزنتنس، بدي شيء زياده عن اللزوم احكي عنها، وبدي عن جد اعطي الوقت لغايدة عشان احنا جايين نسمعها اليوم، فاهلا وسهلا وتفضلي غايدة. شكرا كثير، اول شيء شكرا خلود وشكرا بريزنتنس على الدعوه. اسمي غيداء رناوي زعبي، انا من الناصري.
أم لولد ولبنت كبار بالعمر، بنتي في التخنيون تتعلم وابني اسمه عم بنهي الصف الحادي عشر. أنا حالياً بشتغل كمديرة مركز أكتو اللي هو المركز الأكاديمي للاستثمار التنموي الاقتصادي اللي ما يسمى بالإمباكت إنفستمنت، اللي هو عملياً مجال اللي إسه بادي يتطور في العالم وكمان في البلاد هنا. أغلب طبعاً المحاضرة اليوم راح تكون على الإمباكت إنفستمنت وكيف ممكن إنها يعني إنه المجتمع العربي يبدأ أكتر ياخذ الموضوع ويداخل فيه وانه يساهم فيه. شوي هيك بحكي لكم بس عن من وين انا جاي. ياسمين ذكرت انه اشتغلنا مع بعض في مركز انجاز. انا دخلت على مجال الامباكت انفستمنت قبل سنتين عمليا، فكمان انا جديده في هذا المجال. قبلها لمدة 10 سنوات أدرت مؤسسة كبيرة اسمها مركز إنجاز اللي أنا كنت جزء من مقيمين تعاونها بال 2008 لل 2018. مركز إنجاز أقيم لتدعيم عمل السلطات المحلية العربية، ويعني مؤسسة اللي هي إسا من أهم المؤسسات العربية اللي بتشتغل على كل موضوع الميزانيات، التخطيط الاستراتيجي والتخطيط الإسكاني، رفاه التربية والتعليم وما إلى ذلك، مع رؤساء المجالس وكبار الموظفين عبال المؤسسات الحكومية. فكل هذا العالم اللي هو ما بين الحكم المحلي، الحكم المركزي، العالم الجمعيات والبزنس، هو عالم اللي أنا دخلت فيه في الـ 15 سنة الأخيرات. بال 2018 قررت انه بدي يعني يكفي اني انا اكون مديرة مركز انجاز. وقتها الادارة يعني طلبت مني اني استمر لنهاية السنة لتنهني لاقوا حدا اللي يدير بدال المركز. من وقتها بديت هيك افتش على مواضيع اللي ممكن انها تكون شوي غريبة، شوي غير مألوفة، وممكن إنه ألاقي نفسي فيها. وكل المجال اللي هو يجمع ما بين المجتمع والاقتصاد هو مجال اللي يعني طبعاً في 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 مجال عملي في السابق ما بين السلطات المحلية والميزانيات، لقيت إنه أنا بقدر إنه يكون في إلي مقولة فيه. وعادة هو مش 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 مجال اللي هو يعني خلينا نقول أوتومات، مش مجال اللي هو هوين الربط ما بينه، لأنه عادة وكأنه البزنس هو محل معين والقيم والعطاء والتغيير المجتمعي كذا وكذا هو في محل تاني. شفت في يعني حتى كمان كجمعية كمديرة جمعية شفت إنه قديش كل موضوع التطوير المالي والتطوير الاقتصادي والتجاري للمجتمع العربي وخاصة للبلدات العربية والبلديات العربية، كل ما كان الاقتصاد طبعا تبعت البلدي وتبع البلدية أقوى، كل ما كان يعني المجتمع طبعا أقوى. فيعني توضح لي قديش في يعني في علاقه وطيده بين وهذا بيأثر على هذا وهذا بيأثر على هذا. بعد ما انهيت عملي في انجاز بذكري نعم بذكري طلبوا مني في صندوق تمويل كبير اللي هو روتشيلد فاونديشن، طلبوا مني اني اجري نوع من البحث لفحص قامت صندوق تمويل استثمار من نوع الامباكت في المجتمع العربي. سنة أخذني، عملت كتير مقابلات ودراسات وما إلى ذلك، ورح أتطرق كمان لهذا الموضوع في المحاضرة نفسها. وبعدها بالصدفة وصلت لإدارة مركز أكتو، اللي بقدر أقول لكم إنه يعني أنا تنفست على هذا المنصب مع 5 أشخاص اللي هني يعني أنا كنت العربية الوحيدة. ما كنتش أتوقع إنه أخذ هذا المنصب. أول إشي لأني أنا مش جاي من الأكاديمية، ثاني إشي أنا مش جاي من خلينا نقول
السياق المفهوم ضمنا من ناحية الأكاديمية الإسرائيلية. والحمد لله أخذت الوظيفة. إحنا إسا موجودين في محل اللي عملياً أكتو هو إسا بادي في شراكة مع جامعة أوكسفورد ومع MIT في تطوير مشاريع اللي هي بتخص الإمباكت إنفستمنت، بتخص الاستثمار الإمباكت. وهنا بيجي الوقت إني إسا أجي أحكي عن شو هو عملياً الإمباكت. أنا بدي أبدأ هيك شوي من إنه أحكي بشكل مختصر، وطلبت مني خلود إني أحكي بشكل مختصر وأخلي وقت أكتر للأسئلة، وأنا بفضل كمان إنه يكون وقت أكتر للأسئلة. ف يعني بكل دولة، كمان بدولة إسرائيل وكمان عملياً في أي دولة في العالم، في المبنى الاقتصادي تبع الدولة زي ما هو معروف، أكيد معروف كمان إلكم، هو عملياً مكون من 3 دوائر اقتصادية اللي هي عادةً ما بتحكي مع بعض. الدائرة الأولى اللي هي القطاع العام، اللي هي المؤسسات الحكومية والمحلية زي السلطات المحلية، وممكن إنه الأكاديمية في بعض المحال هي كمان جزء من القطاع العام. الدائرة الثانية هي القطاع الخاص اللي هو البزنس، اللي هو الشركات الكبيرة أو كمان شركات صغيرة. والقطاع الثالث هو القطاع الثالث اللي هو القطاع الأهلي، اللي هو جمعيات أهلية اللي هي نون بروفيت، اللي هي لعدم الربح. واللي بصير عادة يعني إنه خلينا نقول الحديث الخمس سنوات الأخيرة إنه كل قطاع من هاي القطاعات بتشتغل لحال. الحكومة والمجالس المحلية معروف إنها هي يعني من موارد تاعتها بتعطي خدمات للمواطن. القطاع الخاص هو جاي عشان البروفيت، هو يعني المهمة الأساسية تاعته هي ما يسمى هاي ريلا كيفك. فالمهمة الأساسية تبعت القطاع الخاص هي بالأساس إنه يربح، ومش مهم كيف يربح. وأنا هون شوي شوي ببالغ، بس أنا بدي أوضح الفكرة. والقطاع الثالث هو عملياً بيجي بيكمل شو اللي حكومي أو السلطات المحلية ما بتقدر إنها تعمل وهو بيعمله وهو ما بيربح. في أوقات اللي هي أوقات أزمات كبيرة زي الكورونا مثلاً، أو أزمات كبيرة زي الحروبات، أو لما في ضعف شديد في المجتمع أو في فقر مدقع، بتتوضح الواقع إنه عملياً هاي القطاعات لأنها ما بتحكي مع بعض، ما بتشتغل مع بعض، وما بتأثر 100% على بعض، ساعتها عملياً في هون إشكالية اللي هي ما يسمى بفشل اقتصادي أو كيش الشوك بالعبري. بال 2008 هذا الإشي كان واضح جداً، كمان في وقت الأزمة الاقتصادية اللي مر فيها العالم خاصة في أوروبا وفي أمريكا، وانهيار حتى بنوك كبيرة بسبب يعني جزء من الانهيار كان إنه ما في يعني كان عملياً الربح اللي هو ربح كبير على حساب القيم على حساب المجتمع. من 2008 وخاصة بالخمس سنوات الأخيرة في العالم يعني بيصير في موجة اقتصادية أو حركة اقتصادية جديدة اللي هي بتقول إنه مفروض إنه يكون في حوار وتشابك بين هاي الثلاث قطاعات، ومفروض إنه بكل قطاع وقطاع إنه عملياً إن نطلع مش بس على المصدر المالي اللي ممكن إنه ينصرف لعملان إكس من الخطوات، إنما كمان شو هذا المصدر المالي، شو المصاري تأثيرها، وشو الإمباكت تاعها اللي هو يتعدى الربح الصافي. بعد 2008 صار في كتير مساءلات سواء من ناشطين، سواء من جمعيات، سواء من صحافة كان في إلها كتير طبعا دور إنه طب هاي البنوك اللي انكسرت في أمريكا، أو هاي الشركات الكبيرة اللي هي لبناء أو لا ريل استيت، أو اللي باعت كتير من العقارات وضحكت على كتير ناس، كتير مرات من الشركات مثلاً اللي بتستثمر في البورصة في استثمارات اللي هي غير أخلاقية، مثل الشركات اللي بتستثمر في محلات اللي هي مثل السلاح أو السموم أو التجارة بالناس وما إلى ذلك.
كيف ممكن يعني صار في مساءلات زي ما حكيت من الناشطين من الصحافة وما إلى ذلك، بس بالأساس من جيل اللي هو ما يسمى بالميلينيالز اللي هو الجيل أكثر جيلكم أنتوا المشاركين زي كيف أنا شايفي، اللي هو جيله اللي قال عمليا لا يكفي الربح ولا يكفي إنه يكون في بزنس منيح، لأنه إذا نطلع على المدى البعيد البزنس المنيح مفروض إنه هو كمان يعمل منيح، يعني إنه هو doing good by doing well، إنك أنت مش بس تعمل تربح منيح إنما كمان أنت تعمل بالربح تاعك يكون في إله أثر اللي هو أثر تنموي اللي ما يرجع بمردود سلبي على المجتمع. طبعا هذا ممكن انه يكون هيك شوي مثالي اكثر من اللازم ينسمع وكانه احنا جايين نحكي مثاليات. انا في الصيف درست في اوكسفورد، اخذت منحه من قبل صندوق روتشيلد وطلعت على اوكسفورد على برنامج اللي هو سوشيال انتربرينورشيب ايكونومي اللي هو عمليا بتطلع على الاقتصاد من خلال هاي الثلاث منظومات، المنظومة القطاع العام، القطاع الخاص والقطاع الأهلي، وبقول كيف ممكن إنه هاي القطاعات تبدأ إنها تحل، أولاً تحل إشكاليات كبيرة مثل فقر في الهند أو مثل إشكاليات يعني كل موضوع التعليم العالي اللي يكون أفوردبل اللي يكون سهل المنال، مشاكل كبيرة وأكيد عنا إحنا كمان بالمجتمع العربي في منها. والمظبوط إنه إذا بدي أتذكر خلال هاي الفترة اللي فيها طلعت في التعليم وشفت إيش الأشياء اللي ممكن إنه إحنا نستفيد منها، أكتر هيك أكتر محاضرة كانت بالنسبة لي اللي يعني هيك فتحت أفاق جديدة كانت محاضرة لنائب رئيس شركة نسلي العالمية. أجا النائب رئيس شركة نسلي العالمية حكى لنا قصة نسلي واللي هي عمليا بيقولوا أنه في قبل حوالي 10 سنوات بعد 2008 بال2012 بتخيل صار في كتير صحفيين اللي يسافروا على بلدان نائية في العالم الثالث ويعملوا مقابلات مع مزارعين اللي هن بيقطفوا طوف القهوة اللي بعدين تستخدم للتصنيع في نسلي. بس نسلي الموتو تاعها شعارها هو We Feed the World، يعني احنا عمليا احنا الشركة الأكبر أو احنا المؤسسة الكبرى اللي بتطعم العالم. بالمقابلات الصحفية مع هدول المزارعين اكتشف قديش هن موجودين في فقر مدقع، قديش انه أولادهن عن جد جوعانين، وقديش انه الشروط المعيشية اللي هن عايشين فيها يعني شروط مأساوية. بعد هاي السلسلة من المقابلات الصحفية أسهم شركة نسلي خسرت 240%، فيعني كلفتهن بالبزنس نفسه، مش عم نحكي عن لا عن الإيمج تاعهن ولا عن صورتهن في الإعلام ولا شيء، البزنس تاعهن كلفهن مليارات من الدولارات. الإدارة طبعاً فاتت في بانيكس وقالت إنه إحنا مجبورين إسا إنه نلاقي إشي، وكان بالأساس كان الاقتراح الأول إنه حتى نعمل كامبين يفرج إن ولاد صغار وحلوين ويفرج قديش إنه إحنا بالفعل we feed the world ونلاقي كمان مزارعين اللي منظرهم حلو ويقطفوا مبسوطين. قال هو هذا نائب الرئيس قال إنه لا، هذا يعني ممكن إن يكون حل اللي هو بس مسكن أكامول، مش رح بالفعل إنه نلاقي الحل الجذري. وقرر إنه خلال سنتين إنه يسافر ويفحص ما يسمى بالسبلاي تشين، سلسلة المؤونة من المزارع وولاده اللي بقطفوا الحبوب، سواء حبوب الطحين تبعت الكورنفليكس تبعت نسلي أو حبات القهوة، للمسوقين، للمصنعين، للماركتينج، لأنه نوصل بالآخر لكل المصانع وما إلى ذلك. قعدوا سنتين كاملة يعملوا فحص جذري مش بس لوضعهن المادي إنما كمان لكل موضوع
المعاشات تاعتهن، شروط العمل لأي درجة فيه، كمان هل بعتوا لنفس بنفس الوظيفة للموظفة أقل من الموظف لأن هي امرأة، كل هاي المواضيع، هل لأنه هذا الموظف هو مش أوروبي بينما هو جاي من العالم الثالث بأخذ معاشات أقل، وعملوا تغيير استراتيجي اللي خلال 7 سنوات وصلوا للوضع اللي فيه أسهم شركة نسلي ضاعفت ربحها. فيعني هاي واحدة من الـ الأمثلة اللي ممكن إنه نشوف عملياً شو هو الإمباكت إنفستمنت. لأنه الإمباكت ممكن سؤال؟ تفضل. شو غير إنهم فحصوا إنهم شو عملوا؟ عملوا إنهم عملوا تغيير، عملوا خلال بعد السنتين اللي اكتشفوا فيها هاي الحقائق، أجا قالوا أوكي إحنا بدنا نعمل ريشافلينج لكل، نرجع لهذا المزارع ونمشي مع كل الهاي، نفحص كل، بعد ما فحصنا نعاود نعمل تغييرات في انه يكون في فير معاشات اللي هي معاشات من ناحية الشروط العمل متساوي، في شفافية، كل موضوع الكوميونتي انها تكون شريكة في اتخاذ القرار في المصانع، وين المصانع تكون، هل المصانع ملوثة كمان للبيئة ولا لا. عملوا تغييرات، هو بقول انه التغييرات هاي كلفتنا خلال هاي ال5 سنين بعد السنتين من الفحص كلفتنا كتير، بس البنفت الربحي اللي بعدين بعد ما اسهم نسلي عودة طلعت يعني في اضعف. وكيف فرجوا هاي الاشياء؟ بدعياتهم بس؟ لا، كان في فلومة وثائقية وعودوا رجعوا للمزارعين وما إلى ذلك من المزارع. يعني اللي أنا بقول إنه عمليا هنا هاي مثال واحد لكيف ممكن إنه يكون في يعني إثبات اللي هو مش سينيكال، إثبات اللي هو مش بقول إنه أوكي طيب هاي كل هاي الناس اللي بدها تربح هي بتعمل هاي الأشياء على أساس إنها بالفعل بدها تفرجي وكأنه، إنما في إثبات، يعني في إثباتات اللي هي إثباتات علمية في الفترة الأخيرة اللي عم بتقول إنه كل ما كان مثلا مثال آخر إنه في السنة الأخيرة واحدة من أكبر الشركات التمويل في الأسهم في بورصة أمريكا اللي هي بلاك روك، صندوق تمويل من أكبر الصناديق، أطلع المدير العام تاعه رسالة بأنه هو بدهن إسا يقوموا بفحص كل تمويل هني بيطلعوه على كل دولار هني بيستثمروه في أياتها شركة، إنه لأي درجة هاي الشركات تثبت لهن إنها هي ما بتعمل نوع من التمييز من ناحية عرقية، من ناحية جندرية وما إلى ذلك، إنها ما بتستثمر في محلات اللي هي ممكنها تكون مؤذية أو غير أخلاقية وما إلى ذلك وما إلى ذلك. بدي يعني اللي بدي أحكي في بداية في مقدمة هاي المحاضرة إنه عملياً حركة الاقتصاد الإمباكت هي في بداية الطريق. إحنا بنحكي على 5 سنوات الأخيرة، فعم نحكي على 50 سنة ولا 500 سنة، ولكن هي بتعطي عملياً آليات لفحص هاي النوع من الاستثمار، والآليات هي آليات مجرمت. يعني عملياً لما بدي أجيب مثال آخر من عالم تاني واللي هو من العالم المحلي، في مؤسسة اسمها سوشيال فاينانس اللي واحد من الفروع تاعتها هي في إسرائيل، واسمها هنا في البلاد مؤسسة اسمها سوشيال فاينانس إسرائيل. سوشيال فاينانس إسرائيل أجت بتقول إنه كل موضوع تسرب طلاب الجامعة في السنة الأولى في اللقب الأول تاعهن في البلاد هي ظاهرة اللي موجودة اللي ما حداش كتير منتبه لها أو ما حداش كتير عارف يعالجها، فهي ظاهرة اجتماعية ولكنها من ناحية ثانية ظاهرة اقتصادية، لأنها على كل طالب اللي هو بتسرب بعد السنة الأولى بترك الجامعة، الجامعة نفسها بتخسر عليه.
لأنها صارت هي حاطة أموال من ناحية كل عدد المحاضرين، الفحص موضوع الصفوف الغرف التدريس وما إلى ذلك، الفاسيليتيز وما إلى ذلك، وكان في فحص إنه عملياً قديش على كل طالب اللي هو بتسرب من بعد السنة الأولى قديش الجامعة بتخسر، وإذا هي الجامعة زي بإسرائيل هي جامعة اللي هي ممولة من الدولة قديش عملياً الدولة بتخسر. أجوا سوشيال فاينانس إسرائيل رجعوا للحكومة للمعتل الهسكلاك بها ورجعوا لوزارة التعليم وقالوا لهم إنه إحنا في عنا موديل عمل اللي هو من عالم الاستثمار الإمباكت اللي بيقول إنه إحنا ظاهر عن هالشكل الحكومة لحالها بالفعل لأنها مش قادرة إنها تحلها لحالها، جمعيات أهلية ما بتقدر إنها تحلها الحالة، والقطاع الخاص مش هالقد يعني يمكن مش هالقد معنى إنه يحلها. فإحنا بدنا نبني موديل اللي هو من مصادر تمويل مختلفة اللي يجي يحط نوع من البول، نوع من الصندوق اللي يجي يعني يجيب تمويل حكومي، تمويل من القطاع الخاص من شركات، وتمويل من الجمعيات الأهلية أو من الفيلانثروبي، ونقدر انه نشغل جمعيات اهليه لتعمل على انها تعطي التدعيم لهي الطلاب، ترافقهم بشكل انتنسيف، تعطيهن مساعده من ناحيه التدريس وما الى ذلك. احنا بنفحص بنحط بنش ماركس لهذا البروجكت، واحنا بنأكد او احنا بنيجي بنقول انه بنقدر انه نثبت إنه للبزنس للشركات اللي حطوا مليون شيكل في هذا المشروع إنه هاي المليون شيكل يرجع لهم كمان مع بنفيتس. بعد 7 سنوات من العمل سوشيال فاينانس إسرائيل أثبتت هذا المشروع وقدرت إنها يعني تصل لموديل اقتصادي أو مالي اللي عملياً صار مربح للدولة، صار يوفر على الدولة وعلى الجامعة أسفي، وصار مربح للقطاع الخاص إنهم يحطوا استثمارهم فيه. أنا ما أقدر أعطي كثير أمثلة، بس أنا معني إسا هيك شوي بما أنه إحنا إسا موجودين في موضوع المجتمع العربي، بدي هيك بس أعطي مثال خاصة في موضوع الهايتك، لأنه أنا برأيي إنه مواضيع تانية ممكن أنها تكون مهمة ولكن قدرتنا على التأثير عليها مثل البنوك أو الشركة الكبيرة هي أقل. إسرائيل في 10 سنوات الأخيرة عملها بتحط لنفسها عالمياً براند إنها هي ستارتاب نيشن، وعملياً كل موضوع الهايتك الإسرائيلي في العالم هو صار مشهور كتير، وفي الفترة الأخيرة عم بيصير فيه وكأنه العالم عملياً أوروبا وأمريكا عم بتقول إنه حلو الهايتك الإسرائيلي هو صناعة اللي مهمة ولكن غير كافي إنه نشوف كيف ممكن إنها تكون مربحة، مهم كمان إنه نفحص أو نسأل كيف هاي صناعة الهايتك الإسرائيلية ممكن إنها تعطي يعني يكون في لها أثر اللي هو أثر تنموي لحل إشكاليات اللي هي إشكاليات من ناحية البيئة، من ناحية جودة المي، من ناحية حلول الفقر وما إلى ذلك في العالم. أنا عم بطلع على المحاولات المحلية في المجتمع العربي في إسرائيل أو في المجتمع العربي الفلسطيني في الضفة، عم بقول إنه المجتمع العربي لا يقل ذكاءً، لا يقل entrepreneurship هذا التفكير الخلاق، ما ينقصنا هو مش تمويل ما ينقصنا هو برأيي تنظيم، بمعنى إنه كتير مرات بطلع يعني كان في عندي عدة لقاءات خلال هدول السنتين لأنه موضوع الإمباكت وموضوع الهايتك كتير عمال هينداخلوا في إسرائيل، فعم بسأل المجتمع العربي وين موجود من هاي المحل، عم بلتقي بطاقات مخيفة وعقول خلاقة وناس اللي عن جد يعني إشي عن جد برفع الرأس. اللي ناقص هو ما يسمى بالفاسيليتيز، اللي ناقص هو مش بضرورة المؤسسة إنما التشتيت، يعني
الأسس اللي هي الأسس التنظيمية اللي تقدر إنها تعطي لهذا الشاب أو هاي الصبية إن هن يكون في عندهن المجال إن يفكروا إن يخلقوا إن هن يخترقوا. PresenTense مثلاً هي واحدة من المؤسسات اللي أنا كثير فخورة قديش إنها عن جد في إلكو عم بيصير في دور. وأنا بالنسبة لي ياريت إنه في كل بلدة عربية مع كل مجلس محلي يكون في محل عن هالشكل. الشغلة الثانية اللي أنا بشوفها إنه يعني ناقصة كمان من ناحية المجتمع العربي إنه وأنا هاي كمان بأخذها على نفسي لأنه أنا كمان يعني كنت هناك بكتير محلات. إحنا كتير بنخاف من الفشل. يعني أنا بحكي من ناحية مجتمعية في عنا هذا الخوف من الفشل. وعشان هيك كتير مرات الخوف من الفشل بخلينا وصلنا لمحل فيه إنه نخاف إنه مرات إنه نجرب وشو دي يصير يعني إنه فشلنا. وكأنه فيها يعني حمل ووطأة اللي هي مش سهلة علينا. أنا يعني بتذكر اللي هو بمجال تاني بس أجيبها كمثال لما أنهيت عملي في إنجاز ويعني إنه امرأة عربية مديرة مؤسسة كبيرة بتشتغل مع رؤساء المجالس المحلية العربية 70 رئيس مجلس إنها تقرر إنه خلص إنه في زناف بعد 10 سنين أنا بدي أروح لمحل تاني بالمرة بدي أثبت حالي من أول أو جديد وإني مش عارفة لوين بدي أروح. كمية الناس اللي من الأصدقاء اللي من الأقارب من الأهل اللي قالوا لي لا أوعك وتخديش هاي المخاطرة وأوعك والإشي بخوف وممنوع وخليكي بالمضمون أوعك تفشلي. الكمية كانت أكتر بكتير من الناس اللي قالوا لي لا غيدة أنت مأمنين بقدراتك وبتدبر حالك. في كمان حاجة يعني بالإضافة للإنفراستركتشر للتشتيت كمان في حاجة لمحل اللي فيه إحنا كمان نشجع بعض أو إنه يكون في تشجيع من زملاء لبعض وكمان يكون في نوع من المنتورشيب إنه يكون في ناس اللي هن صاروا مرئين وفي ناس صاروا مرئين وأثبتوا حالهم في الهايتك الإسرائيلي أو في الانتربرينورشيب إنه هن يجوا يعني يعطوا المشورة يعطوا الدعم لشباب وصبايا بمقتبل العمر اللي يتشجعوا كمان ويشاركوا تخوفات تخبطات وما إلى ذلك. فيعني هاي هيك مقدمة كانت شوي طويلة سوري ما أتأمل إنه ما طلتش كتير عليكم وبحب أسمع الملاحظات والأسئلة. طب أنا بدي أبلش لو سمحتي. هذا أنت حكيتي لي كتير عن الإمباكت أنت هلأ حكيتي إنه هذا موضوع جديد فإحنا أنا بشكل شخصي من تجربتي بالبريزنترز بحس إنه إحنا مجتمعنا العربي يعني بكون الإشي موجود بمنطقتنا وإحنا بوصلنا بعد 5 سنين 10 سنين يعني بخد لنا وقت لنوصل مش عشان مش حدقين ولا منعرفش ولا بس بما أن احنا موجودين بمنطقة لا بتحكي لغتنا ولا بتعرف أساسنا وتربيتنا فصعب كتير انه زي ما تقولي نوصل للمرحلة اللي هم موجودين فيها. هل انت بتشوف في تطور الامباكت تطور موضوع استثمارات الامباكت في المجتمع العربي بمنطقتنا؟ حلو سؤال حلو. يعني إذا بدي أجي أقارن قديش ترندز جديدة أو توجهات جديدة أو أشياء جديدة دخلت على مجتمعنا العربي قبل 15 سنة وشو اليوم عم بصير، أنا بقول إنه في فرق شاسع إنه سرعة دخول الأشياء الجديدة على مجتمعنا العربي هي أسرع بكتير من كيف كان قبل 15 سنة. مع ذلك أنا موافقة معك إنه إحنا دائماً وكأنه في هيك خطوة أو خطوتين اللي إحنا منيجي وراء. اللي صار حالياً في موضوع الإمباكت إنفستمنت إنه العالم كله بعد 2018 بدي يطور هذا التوجه بالاقتصاد وإسرائيل بس قبل 2-3 سنين دخلت على الصورة. فكمان إنه إحنا نيجي ندخل على موضوع الإمباكت إنفستمنت مش متأخر.
يعني أنا بقول إنه كمان وهنا كمان يعني شغل اللي مهم إنه أذكرها، موضوع الإمباكت إنفستمنت أو موضوع الاستثمار التنموي والاقتصادي هو بصب في مجالات اللي إحنا كمجتمع اللي هو على الهامش الاقتصاد الاجتماعي هو بهمنا، لأنه هذا الاستثمار هو بقول إنه يعني اربح ولكن اضمن انه ربحك يكون مش على حساب اخرين، ففيها يعني فيها اساس من العدالة المجتمعية، فيها اساس من المساواة، المواضيع اللي هي كتير قريبة واحنا بنشوفها يوم يوم، اسهل يعني اسهل علينا انه احنا نشوفها ونرتبط فيها قياميا لانه احنا عايشينها ومنناضل كل يوم على اساس انه نغيرها. أنا يعني هذيك المرة كان في عندي لقاء للموب اللي كان في كفر قارع، والتقيت مع كتير من الشباب والصبايا اللي عمالهم يعملوا كتير يعني كتير اختراعات في الهايتك في مجال البيوميديكال انجينيرينج وما إلى ذلك، وشفت قديش إنه في كتير من الأشياء اللي هني بحكوا عنها أو مفكرين فيها أو بادين إن يشتغلوا عليها اللي هي من مجالات الإمباكت إنفستمنت، لأنه إحنا لما هنا بنحكي عن اختراعات اللي هي بتصب في صحة المرأة في كل موضوع سرطان الثدي أو ما إلى ذلك، أو مجالات أو اختراعات في الهايتك اللي هي بتروح لمواضيع اللي هي مواضيع يعني لتصون البيئة، هي مواضيع اللي هي لب يمكن إحنا بعدنا ضعاف في الباكيجين، إحنا بعدنا ضعاف في إن كيف نيجي نعمل هاي نلفها في قالب أو نحطها في قالب اللي هو قالب اللي هو يبين أهمية الاختراع نفسه أو الستارت اب نفسه ونربطه مع قيم اللي هي قيم الإمباكت. عندي سؤال فولو أب بالنسبة للمبادرة والإنتربرنورشيب بالمجتمع العربي، يعني إحنا كثير بنشوف مبين انه هذا اشي اساسي عندنا بالمجتمع، بنشوف اكثر ناس اللي بفضلوا يبقوا يعني اصحاب المحل ومش يشتغلوا بالمحل، بس الاشي وكمان بنشوف انه كثير بيروح على مجال الهايتك والتكنولوجيا، بس بنشوفش كفاية انه في انتربرنورز اللي هم من الهايتك عاد يعني شوي شوي، يعني احنا كمان بالبريزنتس بنشوف انه الاشي شوي شوي بتطور، بس هو مرة يعني باخد وقت اكتر من ملازم، ومش اكتر من ملازم طبعا باخد وقت زي ما كل اشي باخد وقت، وبيروح اكتر على مواضيع اللي هي سايبر اللي هي مش امباكت، ففي هنا ديسونانس كتير كبير بين كيف احنا كمجتمع اللي عن جد بشجع روح الانتربرنورشيب عندنا من ناحية واحدة، من ناحية تانية فيش كفاية، ليش برأيك انت الاشي؟ يعني انا بقول انه يعني حاليا يمكن ينقصنا انه احنا كلياتنا ننكشف يعني لقصص نجاح. أنا بتذكر إنه قبل كم من شهر كان مايكروسوفت أجوا دعوا رائدة فضاء عربية اللي هي أمريكية جود، يعني أنا بدي أحكي بشكل شخصي، أنا يعني ما كنتش عارفها قبل شيلي، وباجي بحكي لأمي قديش أنا يعني عن جد إنه هاي رائدة فضاء ناسا، يعني مش عم نحكي عايش اللي هو بسيط، وبتقول لي امي هاي من الناصري، يعني اهلها من الناصري، يعني وكنت في اللقاء وشفت قديش انه وكانه كلياتنا كان في هيك بالقاعه نفسها احساس هيك بفخر رهيب، وفي كتير قصص نجاح على الشكل، بس احنا بحاجه انه نمسك هاي الالمازات ونلمعهن شوي ونعرضهن، هذا هو يعني قصص نجاح عن جد مش ناقصنا، وافتخار في كتير أشياء بالإمكان بكتير محلات، بس بدنا المحل اللي فيه نعرضها هاي الناس.
أنا كمان كنت باللقاء مع نجود، كان عن جد رائع، وتفاجأت لما هي حكت كانت كمان لابسة النورة في عائلات تدريس فلسطيني، عن جد الإشي كان واو وتفاجأت كثير، بس انبسطت عن جد أعرف إنه في قصص نجاح. طيب أنا في عنا هلأ شوي وقت كمان بدنا نسمع منكم إذا عندكم أسئلة أو بدكم تعرفوا أكثر عن غيدا أو عن استثمارات بشكل عام أو استثمارات الإمباكت، إذا في عندكم أي سؤال فممكن بس تفتحوا الميكروفون وتسألوا أو تكتبوا بالشات إيش ما بريحكم، إذا لا أنا بكمل أسئلة. مستحيين شكلهم أو تعبانين عشان آخر اليوم برمضان. بس أنا عندي كمان سؤال بدي أسأل، بالنسبة ل ACTO المركز اللي أنت بتشتغلي فيه هلا أو مديرته، هل أنتوا بتعملوا تستثمروا ب موارد؟ أيوة، أو إذا أنتوا بتعملوا بس البحث وتدرسوا الموضوع؟ ACTO هو مركز أكاديمي اللي هو موجود في نخاع منهال في ريشون لتسيون، اللي عملياً هو في عنا إحنا استكمالات مهنية لأشخاص اللي هني معنيين يفوتوا على مجال الإمباكت، وهي الناس ممكن إنها تكون يعني عم بصلنا توجهات من محامين ومن مراقبين حسابات من شركات كبيرة اللي عملهم يكون في عندهم زباين من شركة هايتك كبيرة إسرائيلية اللي عم بتكون في العالم، وعم هاي الشركات عم تطلب إنه يكون في فحص للاستثمارات تاعتها أو طريقة عملها إنها تكون ملائمة لقواعد وقوانين الإمباكت. لا ناس اللي هن موجودين في المجالس المحلية، يعني مثلاً من بلدية تل أفيف أو ما إلى ذلك، اللي فهموا أنه عملياً مشاريع ضخمة تنموية في البلدية في البلد نفسها فيش إمكاني إنها يتلقى لها حل إلا لما يكون في شركات اللي هي شركات ما بين القطاع الخاص القطاع العام والقطاع الأهلي، من جمعيات من فلانتروبي من شركة ومن مؤسسات حكومية. بالإضافة لهيك في عنا احنا كمان قسم اللي هو قسم بحثي اللي هو عماله يضع نوع من المعايير لمقارنة الاستثمار هذا والاقتصاد الإمباكت في إسرائيل ومقارنة في العالم. وبالإضافة لهذا كله في عنا كمان فورم اللي إحنا أقمناه اللي هو فورم أكاديمي اللي بيجمع كل الجامعات الإسرائيلية والكليات الإسرائيلية لتطوير كورسات و MBA في هذا المجال. فاحنا ما يعني احنا مش جسم ممول. من ناحيه ثانيه عم بصير في اجسام مموله اللي هي بتتخصص في موضوع استثمار الامباكت في اسرائيل. بحكي لكم مثلا عن مشروع اللي هو مش بالهايتك ولكن هو كتير حلو يعني جميل، اللي هو في موضوع الريل استيت، موضوع العقارات. اجت شركه كبيره اللي بتبني عمليا حارات كامله وقالت انه انا شايفه انه فيها ربح اذا انا باجي وبشتري من البلديه ببلديه حيفا، اسمه هذا البروجكت بروجكت هدريم في البلد تحتها، عملوا مع شراكة عمليا مع بلدية حيفا لشراء حارة كاملة اللي فيها حوالي 6-7 بنايات اللي هي بنايات قديمة بدها ترميم، وفيها ناس اللي هن يعني ماخدين عمليا الشقق من عمدار. كتير مرات شراك تاني في محلات تانية، واحنا بنعرف كمان في حيفا كمان في عكا كمان في يافا
أسهل من إنه يجي يطلعوا هاي الناس ويهدوا العمارات ويعملوا عمارات اللي هي بملايين الشواكل. هذا اللي بيصير، لأنه هاي الشركة، شركة هذا ريم، قالت إنه أنا جاي من محل اللي هو الإمباكت إنفستمنت، أنا معنية إنه أجي أشتغل على الكوميونتي نفسها وأجي أشتغل مع الكوميونتي على أساس إنه أبنيها أقويها وتكون هي جزء من الحل مش هي تكون المشكلة. فأقاموا لجان أحياء، لجان حي، اللي من خلاله أشركوا هدول الناس ووصلوا معهن لتعاقد إنه هن هاي الناس تضلها في بيوتها لمدة 25 سنة، بعد ويضلهن يدفعوا نفس الشيء بعد 25 سنة. ممكن إن إمكانية إنهن هن يشتروا هاي البيوت أو إنهن هن يجوا يبيعوهن بربح اللي هو جزء منه يروح إلى لهاي الناس. بالإضافة لهيك إنهم بلشوا يشتغلوا مع small businesses، مع يعني مطعم صغير ومع دكان صغيرة، إنهم يعملوا مشاريع اللي هي مشاريع تنموية للحارة نفسها. أنا زرت قبل كم من شهر قبل كورونا، زرت المكان، إيش عن جد يعني إيش عن جد بجنن. والإشي الحلو قديش إنه الناس لأنها صارت هي جزء من الحل عملياً وجزء من اتخاذ القرار، الناس معنية إنها تطور المحل اللي هي موجودة فيه. وبنهاية المطاف بعد 5 سنين من بداية العمل بروجكت هدريم عم بلاقوا إنهن بالفعل مش بس إنهن حطوا مصاري في هذا المشروع، إنما كمان صار في بداية لربح، لأنه يعني عملياً السعر العقار نفسه عالي، لأنه صارت الحارة منيحة، لأنه صار في أمن وأمان، لأنه صار في بيزنسز، صار في كوميونيتي وما إلى ذلك. شكراً كثير، كان عن جد مهم نفهم الفرق وكمان ليش إحنا وين إحنا موجودين قدام هذا الموضوع. طبعاً مرة بدي أعطي مجال لأسئلة، وإذا لا منلخص ونشكر غيدا. فإذا في كمان أسئلة بالنسبة لموضوع الـ Impact Investment أو إذا كنت تتعرف أكثر على غيدا فتفضلوا. أريالة يشتخ شيئا لغيدا؟ أريالة تتعلم عربي شوي بس. اوكي ماشي يا جماعه، شكرا كثير غيدا. احنا طبعا راح الريكوردينج هذا نبعته، نحطه نعمل لينك على اليوتيوب، وبيبقى كمان لك وكمان للمجموعه اللي كانت معنا اليوم، وطبعا لمبادرين بكل المشاريع اللي احنا بنشتغل فيها. فبدي اعمل صوره دعمل صوره صيره خيوخيم لحظه. ممتاز، ببعت لك اياها كمان تبقى عندك. شكرا كثير غيدا، كان كثير حلو عن جد، ابسطتينا وعلمتينا جديد عن استثمارات الامباكت، وان شاء الله بالمستقبل نعمل كمان محاضرات، وان شاء الله نقدر تبقى المحاضره فيس تو فيس بمحل حقيقي ومش اونلاين. نشوف بعد المحاضره الجاي. شكرا لكم، يعطيك العافيه. دار الكلام، شكرا للجميع، يعطيكم ألف عافية.